مساء الفل عليكم، تحياتي ليكم من قناتي قناة نرمين الماجد. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، وتكون دايما وصفاتي اللي بقدمها لكم بتنال على إعجابكم ورضاكم، وأهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ. النهاردة هعمل لكم أكبر فطيرة، تقريبا القطر بتاعها نص متر. الفطيرة دي النهاردة هعملها لكم بكوبايتين دقيق بس، فطيرة لذيذة جدا جدا، طعمها حلو قوي 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 زي ما انتم شايفين، وصيامي يعني من غير خالص ولا نقطة سمنة، كلها هتتعمل بالزيت. وكمان هقول لكم ازاي تعملوا الفطير بزيت خفيف، ما يكونش زيت تقيل. على فكره العسل الاسود ده عاملينه في القناه، وهسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. ودي الجبنه البراميلي الصيامي، هنزل لكم طريقتها برده في صندوق الوصف في قائمه تشغيل الاكلات النباتيه والصيامي. عملت لكم قبل كده انواع كتير من الجبن، ودي نوع من انواع الجبن. شايفين، عدوا معايا بقى كام رقه من الفطير، وكله ده من غير نشابه خالص ومن غير تعب ولا مجهود. الموضوع سهل وبسيط جدا، بس لو لسه ما اشتركتوش في القناة يا ريت بقى تدوسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو بلون احمر، تفعلوا الجرس على كلمة الكل، تسوش لايك وشير، ويلا نبدأ حالا. اولا زي ما انتم شايفين هجيب كوبايه من الميه الدافيه، هنزل عليها بمعلقه من الزيت ومعلقه من السكر ومعلقه من الكيك شيف، وده اهم حاجه، هي اللي بتخلي بقى الفطير معايا يورق ويبقى جميل جدا جدا. سر توريقه الفطير وجمال الفطير بتبقى في معلقه الكيك شيف اللي احنا بنحطها. بجيب كوبايتين من الدقيق المنخول كويس، على فكره مش هيشترط نوع دقيق معين، يعني ممكن دقيق كل الاستخدامات، وممكن دقيق طبعا مخبوزات وحلويات هيدي النتيجة أفضل بكتير، بس مش هيشترط معانا نوع الدقيق طالما احنا هنعجن الفطير كويس وهنفرده حلو، وكمان هنخلي العجينة بتاعته تبقى مرنة معايا. يعني ايه مرنة معايا؟ يعني زي ما انتوا شايفين انا كل ما بعجن في العجينة، العجينة بتبدأ ان هي تلم معايا حلو من غير ما تلزق، وفي نفس الوقت العجينة مش ناشفة. زي ما انتوا شايفين كده العجينة بتاعت الفطير لازم اسيبها تريح مش اقل من 10 دقايق قبل ما ابتدي ان انا اقطعها، مش بعد ما اقطعها، قبل ما انا اقطعها لازم اسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق. في الوقت ده بجيب بقى بعد ال10 دقايق بجيب الفطيره وابدا ان انا اقطعها. زي ما انتم شايفين تقريبا الكوبايتين دول بنقطعهم في حدود من 7 ل8 فطاير، ونبتدي ان احنا نعمل الفطيره. اول حاجه بجيب الرخامه بتاعتي وازحلقها كده بشويه زيت، ادهنها بشويه زيت كده عشان الفطيره تجري عليها. طالما الفطير ارتاح بعد ما بنقطع الفطير مش اقل من نص ساعه، نريح فيه الفطير خالص قبل ما نبتدي ان احنا نفرده. للعلم كوبايات الدقيق اللي انا ضفتها، كوبايتين الدقيق عليهم رشه من الملح الخفيفه مش كتير، بس الميه حطينا فيها معلقه سكر كبيره، وابتدينا ان احنا نفرد الفطيره زي ما انتم شايفين على الرخامه زي طريقه الفطاطري بايدينا من غير نشابه خالص. وهتلاحظوا ان الفطيره بتوسع معاكم تبقى كبيرة جدا جدا زي ما انتوا شايفين. نبدأ نفردها ونسحبها كده من جوه لبره لحد ما نشوف تقريبا شكل الرخامة من تحت، ساعتها بقى تتأكدوا ان الفطير بتاعكم ابتدى الحجم بتاعه يبقى كويس وابتدى هيورق معاكم. من الجنب كده يبقى جنبنا كوبايه فيها زيت وفرشه، ونبدا ان احنا نبل ايدينا او نبل الفرشه كده وندهن الفطير ما بين كل رقه والتانيه علشان يبتدي الفطير يورق معانا. بس زي ما قلت لكم اهم حاجه في الفطير ان احنا نضيف معلقه من الكيك شيف للفطير، بيدي يعني بيدي طعم خطير وفطيره تبقى مورقه. زي ما انتم شايفين بلفها لفه الظرف بالشكل اللي انتم شايفينه كده، ونبدا ان احنا نفرد كذا واحده فوق بعض. طبعا لو على حجم الفطيرة اللي أنا عملاها، أنا عملت السبعة كلهم في فطيرة واحدة، فبالتالي إداني الحجم اللي هو تقريبا نص متر أو 50 سنتي قطر الفطيرة. لكن لو أنتوا مش حابينها تبقى كبيرة كده، ممكن تعملوهم كل ثلاثة في بعض. كل ثلاثة في بعض تقريبا بيدينا حجم صينية الوسط بتبقى في طقم الصواني بتاع الكيك، يعني تقريبا بتبقى في حدود 30 سنتي. لكن لما بتحطوا ال7 فطاير بيدينا حوالي 50 سنتي قطر الفطيرة، وطبعا كل ما تزودوا اكتر كل ما تبقى الفطيره كبيره. عامه اهم حاجه في الفطير انكم تفردوه كويس، ودايما تبلوا ايديكم بالزيت وتمشوها على الفطيره عشان يبقى في طبقات وفي توريقه. زي ما انتم شايفين كده انا وصلت تقريبا للفطيره الخامسه، وهنفرد بقى الفطيرتين التانيين اللي فاضلين، وهنبتدي ان احنا ندخلهم في بعض. لو اتقطعت منك فطيره ما بتقلقيش خالص، بصوا الخطوه اللي انتم بتشوفوها دي هي اللي بتخلي الفطير يبقى مورق معايا وحلو. طالما الفطير
حابب كده وفي فقاعات وهش كده معاكي، يبقى اعرفي ان الفطير كويس جدا، مش مشكله لو اتقطعت حته، مفيش اي مشاكل، كملي عادي. وزي ما قلت لكم اهم حاجه ان احنا نورق الفطير كده بالزيت، للعلم الزيت مش بينشف الفطير، اللي بينشف الفطير اللي استوى الغلط في الفرن. لازم تبداوا ان انتوا تسووا الفطير تسويه كويسه جدا في الفرن. انا كده خلصت بقى، هجيب الصينيه الكبيره بتاعتي دي تقريبا قطرها حوالي 50 سنتي، وهبدا ان انا افرد بقى الفطيره بالشكل ده، وابل ايديا كويس جدا بالزيت حلو قوي زي ما انتوا شايفين، علشان ان انا ابدا ان انا افردها حلو. واهم حاجه زي ما قلت لكم نستنى شويه قبل ما نفرد الفطيره، علشان يا جماعه لو فردناها على طول الفطيره مش هتملي معانا الصينية، لازم على الأقل خالص نسيبها في حدود 10 دقايق وبعدها نفرد الفطيرة. كده بقى الفطير زي ما انتوا شايفين خلصناهم، احنا عاملين 2 كده زي ما انتوا شايفين، والفطير ملأ الصينية خالص. ونبدأ دلوقتي نسويها على النار. أهم حاجة في تسوية الفطير إن أنا أكون مسخنة الفرن قبليها مش أقل من 10 دقايق، تدخل الفطيرة على فرن ساخن، ما تبقاش فرن باردة، علشان الفطير يرتفع معايا بمجرد ما يدخل الفرن. تقدروا بنفس العجينة ونفس التكنيك تعملوا الفطير مطبق صغير، وتقدروا تعملوه في الطاسة، وتقدروا تعملوه مقلي، وتقدروا كمان تعملوه في صينية على الفرن. زي ما انتوا شايفين الفطير يعني تحفة بجد بجد، هيعجبكم جدا جدا، من اجمل الوصفات واحلى الوصفات. وكل ما الفطير يتنفخ معاكي كده في الفرن اعرفي ان النتيجة هايلة ممتازة. أتمنى بقى تعجبكم الوصفة، ما تنسوش بقى تعملوا اشتراكاتكم ولايكاتكم جوه الفيديو، وتعملوا اشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس على كلمة الكل، عشان إن شاء الله هنعمل كل يوم وصفة جميلة وجديدة وحلوة قوي قوي. طبعا خرجنا الفطير معانا زي ما انتوا شايفين، وهنبتدي نشوف قد ايه الفطير بتاعنا مورق وحلو وجميل. زي ما انتوا شايفين الفطيرة بتاعتنا مورقة وحلوة قوي قوي، شايفين كام طبقة من الطبقات اللي احنا بنعملها من الفطير، وبتاع والفطير كمان طري جدا جدا، مش ناشف ومش مجلد ومش مكسر، وقد ايه رقيق خالص وخفيف جدا جدا زي ما انتوا شايفين. تقدروا بقى تحتفظوا بالفطير، الناس اللي بتحب تعمل فطير وبيبوظ منها في التلاجة، هقول لكم على طريقة سهلة وبسيطة جدا تحتفظوا بيها الفطير لمدة شهر في التلاجة ما حصلوش اي حاجة. اول ما تطلعوا الفطيرة على طول من الفرن تلفوها في قماشة قبل ما تلفوها في الكيس، لحد ما تبتدي الفطيرة تبرد كويس جدا، ما تحطوهاش في الكيس وهي سخنة علشان الهواء ما يكتمهاش وبالتالي تعجن منكم. وبعد ما تبتدي الفطيرة تبرد تشيلوا من عليها القماشة وتدخلوها في اكياس بيضة، ولازم الكيس يبقى مغلف الفطيرة من كل الاتجاهات، يعني ما يروح لهاش تلج او مية من الفريزر خالص. وممكن كمان تحطوها في كيسين ثلاثة، وبعد كده بتحطوها في الفريزر بتقعد زي ما انتوا عايزين، حتى ممكن تقعد شهر ما يحصل لهاش اي حاجة خالص خالص. جربوا طريقتي دي في حفظ الفطير، اي نوع من انواع الفطير حتى اللي بتشتروه من بره هيقعد معاكم كأنكم لسه جايبينه دلوقتي من الفرن. وما تنسوش تتابعوا وصفة الجبنة ووصفة العسل الاسود، هسيبها لكم في صندوق الوصف، وان شاء الله الوصفة تعجبكم وتنال على اعجابكم ورضاكم كلكم. ان شاء الله تعملوا فطير المشلتت بدون نشابة، بدون تعب، بدون مجهود، من قناة نرمين الماجد. اتمنى الوصفة تعجبكم، لو عجبتكم ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس على كلمة الكل، ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي انا بقدمها ليكم صيامي وفطاري. ما تنسوش بقى تعملوا كومنتاتكم الحلوة الجميلة اللي بستناها وبفرح بيها دايما وبتسعدني قوي قوي. تحياتي ليكم، واشوفكم دايما يا رب على خير قريب.